كنا زي بعض في كل مجالات، المساواة في التعليم، المساواة في التوظيف، في الدخل، في المجتمع والدين والفرد والمنطقة، في الحياة بصفة عامة. كنا متقابلين آراء بعضنا سواء كانت بالسلب والإيجاب، ونزيد وننمو فكرة الإنتاج في المجتمع بمساواة. اللي حيصير أضعاف اللي عندنا توا، بزيد نسبة العنصرية بجميع أنواعها، بزيد نسبة الفروق بين طبقات المجتمع من عدة نواحي، وهذا حيأثر تأثير سلبي علينا كأفراد. وإحنا مطبقناش الإسلام في أسسه وأركانه، وخاصة الجانب اللي يختص بعدم المساواة في كل أنواعها. في هلبة حلول، نوقف تقييم بعضنا من كل النواحي، من ناحية انتمائنا لمنطقة معينة، من ناحية لون بشرة، من الشكل، تقييم آراء الناس لبعض بالغلط ومن أول مرة. شي حيفيدني وحيفيدك وحيفيد اللي بعدك. احنا هنا حنكونوا متسالمين مع بعض. بدل ما تقول لك كلمة لا ومتقدرش مستحيل، تقدر تبدلها بتقدر، تقدر تزيد من الفكرة بتطلع أكثر على شي تبي تبدع فيه. مش حنواجه صعوبات هلبة لكل أهدافنا من نجوم نحقق. أولهم برنامج مشروعات الصغرى، تعمل على استثمار طاقات الفقراء حتى يصبحوا مساهمين في تطوير أنفسهم وأسرهم. كيف؟ حيساعدوك كيف تحقيق فكرتك من كل النواحي حتى ماديا. احنا هنا حنكون متساويين من كل الطبقات. وبرنامج أسرة منتجة، دعم الأسرة المحتاجة وإخراج من دائرة الفقر برعاية مشاريع منزلية اللي حتساعد وحتقلل من فواتير ومصاريف الأسرة اللي تعاني منها، اقتصاديين، اجتماعيين أو أي شيء تاني. بالنسبة لي الموضوع أهم من أي رقم وأي إحصائية. الموضوع يتكلم على روح نفخ الله عز وجل في جسد، هو نصنا الثاني، هو جنس حواء، جنس خلق الله عز وجل بعقل ومشاعر وجسد متكامل مع تفاوت الميزات. يعني المرأة لها حقوق وواجبات في المجتمع ولازم نقدرها. يعني ما فيش أي بنادم له حق التصرف بالحرية المطلقة. شنو هي حرية مطلقة؟ حرية مطلقة إنك تدير أي حاجة من غير أي رادع أو قانون يمنع هذا الشيء. صح إن المرأة نص عليها الدين إنها تسمع كلام رجلها، ما هو نيشن جاي ندير هنا نكلفك أنت باش ما تزعلش وتتعفلق وتسكر فيك. لكن لما الراجل يتزوج بنت دون سن 18، هل هذا الشيء صح ولا غلط؟ معروف البنت في المرحلة العمرية هذه مش حتكون على دراية بمسؤوليات الحياة كلها، فما هي مش حتكون أهل إنها تكون قدوة لصغارها جسديا، تربويا وعقليا. حتى مع القانون، القانون ينص إن أي عقد موقع مع طرف أقل من 18 عام ملغي تلقائيا. يعني أنت تخالف في القانون وفي ضمير الإنساني، والبنت هي مش حتقدر تكمل دراستها. يعني هزيد نسبة الأمية في مجتمعنا، وهذا حيكون عائل على الأطفال. ثاني شيء العنف، معقولة توصل تمد يدك على المرأة؟ يعني الرسول نص علينا أن نتعامل بالتي هي أحسن، وأنت تضرب في مرتك ولا أختك ولا بنتك. يعني القانون نفسه حينص أنك أنت ما تضربش المرأة، يعني لو تضربها حتخشش عائلتك في عيب وعار ودان. ثالث شيء القراية، ما فيش أي سبب وجيه مقنع أن البنت ما تقراش، البنت عندها نفس حق الولد أنها تقرأ. الفرق بين الرجل والمرأة منصوص في دين الإسلام، لكن نديروا فيه حنا مش إنساني، الضرب الظلم والقمع. اللي نقول فيه ما يقديش من خلال المرأة، هذا حقها والباقي على عقلية الشخص. ديننا احنا دين الإسلام، دين السلام.